ما علمه بتقنيات متخصصة في السمعي البصري والبرمجة والتطوير والذكاء الاصطناعي، وأخذ منا سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. معاد بوشغل، مدير شركة رايد ميديا تيك التكنولوجية ومتعدد الوسائط. اليوم مناسبة هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الكريم، كان عندنا الافتتاح والانطلاق والإعلان الرسمي عن بداية مجموعة من الخدمات الرقمية والتكنولوجية التي تقدمها الشركة تحت اسم مجموعة MDB للتكنولوجيا والحلول الرقمية. الافتتاح ايضا كان تحت اشراف ضيوف عديدة والتي شرفت بحضورها هذا اليوم، وشاركتنا لحظات ومراسم هذا الافتتاح الذي قمنا به اليوم بهذه المناسبة. الشركة يعني تقوم بعدة خدمات رقمية عديدة كما سبق وشرحنا خلال الندوة الصغيرة التي قمنا بها منذ قليل، وفي يعني للاطلاع على خدماتنا فنحن نتوفر على العديد من الخدمات الرقمية والمنصات الرقمية التي تم إطلاقها من هذا اليوم، وهي رايد ميديا تيك وتيكت رايد، منصة رقمية خاصة ببيع وشراء التذاكر على التكنولوجيا الذكية على الانترنت بالنسبة للأحداث. أيضا انطلاق موقع سيتشوز أيضا الذي ينتمي إلى هذه المجموعة. سيتشوز هو موقع إلكتروني يمكن العديد من اختيار الملابس، يعني أي اختيار بعض أنواع الملابس فقط من المنزل ومن هاتفك الذكي وتصميمها، ويعني كل المراحل من التقنية إلى وصول المنتج إليك. إن شاء الله كذلك ستجدونها على صفحاتنا وعلى منصتنا الإلكترونية إن أردتم المزيد من التفاصيل. كما أيضا تم الإعلان عن انطلاق منصة تميز، وهي منصة رقمية تهدف إلى إنتاج محتوى رقمي هادف تحت شعار معا من أجل عالم رقمي هادف وبيئة رقمية ملائمة. هذه المنصة في ظل ما نشهده من انتشار العديد من يعني محتويات سلبية والرديئة بالوسط الرقمي بالمملكة المغربية، فجاءت فكرة إنشاء أيضا هذه المنصة التي تندرج تحت شركتنا والتي ستساهم في إنشاء محتوى هادف وتخصص أيضا فضاءات بالنسبة للمجتمع المدني، وبإذن الله الأولى من نوعها في المملكة المغربية، وأيضا كما توفر مناطق يعني وكأنها يعني واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي التي ستوفر فضاء فقط للمحتوى الهادف، وأيضا للأندية على صعيد المملكة المغربية. أيضا العديد كذلك من الخدمات بما فيها منصة غرائب العالم، وهي منصة رقمية أيضا سيتم إطلاقها. والمزيد من التفاصيل عن شركتنا الرقمية إن شاء الله الرائدة في هذا المجال يمكنكم الاطلاع على مواقعنا الإلكترونية www.rideagency.com، وأيضا المنصات الأخرى ستجدون روابطها على الموقع الإلكتروني، وشكرا لكم. السلام عليكم السادة الكرام، الاسم ديالي سعد المهتن، طالب في مؤسسة ديال المدرسة ديال EPST اللي كتواجد القرب ديال السعادة فاس، اللي الأستاذ ديالي والمدير ديال المؤسسة الاسم ديالو محمد ناميطاق، دكتور ديال المعلوميات. وجيت هنايا في هذا المركز ديال رايد ميديا تيك، شركة ديال ملتي ميديا والإعلام، وهنايا كنقضيو يعني أحسن الأوقات مع المدير ديال هاد الشركة الاسم ديالو معاد بوشغل، اللي مسؤول علينا في التدريب ديالنا واللي كان حاضر بقوة، يعني جميع المجالات تقريبا درسهم لنا ودربنا بجودة عالية، واللي تقريبا كنشكروا أنا بعد على المعارف اللي عطاهم لي في هذه الفترة هذه، يعني دوزت معاه شهرين يعني وليت قادر يعني أنني ندخل ندمج في سوق الشغل، يعني فقط هذه المدة كانت كافية باش يعني
يعني باش نزيد لقدام. المهم انا كنقدم له جزيل الشكر، كنشكره من هذه الناحيه هذه وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم ايمن بالجواد، متدربه هنايا في شركه رايد ميدياتيك. بغيت صراحه نهضر على التجربه ديالي، كانت واحد التجربه زوينه لانا لا المتدربين اللي معايا. كنبغي نشكر معاذ بوشغال حيت عطانا احسن تجربه في ستاج. صراحه انا بدا كنظن انه حتى شي واحد زعما من داك المتدربين اللي خرجوا ستاج ما غاديش يكونوا دوزوا بحالنا واحد الوقيته، يعني خلانا انه كنت كيتعامل معنا ماشي انه هذا ماشي ستاجير جاو عنده ولا، كنت كيتعامل معنا بحال خوتو، ما بخلش علينا حتى شي معلومه. يعني انا بدا كانا كون خرجت من قبل بلا ما انني خديت هاد التجربه ما كنت زعما نقدر انني نكون ناجحه 100%، ولكن ان شاء الله من مور زعما هاد التجربه هذه الحمد لله خدينا بزاف ديال المعلومات وخدينا بزاف ديال التجارب. وصراحه كنشكرو، ودازت احسن ستاج بالنسبه ليا وصافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم هشام رامي، صفة كمتدرب هنايا لدى شركة ميدياتيك. كنعبر على افتخار ديالي لهذا التدريب هذا اللي دوزته هنايا على رأس هذه الشركة سيد معاذ بوشغال اللي تحنى هذه الفرصة هذه أنا والمتدربين زملاء ديالي هنايا. خلانا ندوزوا واحد التدريب في المستوى من أجل دخول اكتساح سوق الشغل بواحد الطريقة اللي هي جميلة وفي المستوى، سورتو هذا الدومين هذا ديال تطوير المعلوميات غادي كيكتسح السوق بواحد السرعة كبيرة. وهذا الشيء كنشكروا عليه السيد معاذ بوشغال رئيس مدير ديال هذه الشركة هذه اللي خلانا ندوزوا هذا التدريب انا والزملاء ديالي بكل اريحيه وبكل افتخار وشكرا. السلام عليكم، الاسم ديالي ايمان زيزي، متدربه. جيت هنايا دوزت شهر ديال 16 في شركه رايد ميدياتيك اللي كان مرأسها لينا السي معاذ بوشغال. كنبغي نشكرو حيت قدم لينا فورماسيون اكثر من انها ستاج. جينا تعرفنا على المجال ديال الشغل، دوزنا فورماسيون اكثر من انها دوزناها كخبره ديال ستاج. داز واحد البيريود اللي هي زوينه بزاف، كان لينا الشرف اننا كنا معاه شاركنا معاه في واحد لو سيت. كنشكرو بزاف وكنشكر شركه رايد ميدياتيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. طه بوشغل، طالب باحث في كلية السايس للآداب بمهن الصحافة والإعلام الرقمي، وأنا هنا بصفتي متدرب لدى شركة رايد ميدياتيك والمسؤول عن إنتاج كل ما هو يتعلق بالسمع البصري وخصوصا المحتوى الرياضي.